عودة لكم من جديد مشاهدينا الكرام، ودائما نحاول قدر الامكان انه ايضا نسلط على مختلف حقيقه المواهب الصاعده والواعده ايضا في السلطنه، او من لهم ايضا يعني صيت واسع حقيقه ولهم صولات وجولات في مختلف المحافل، سواء كانت المحليه او الخليجيه او العربيه وحتى ايضا الدوليه، دائما يسعون انهم يرفعوا اسم السلطنه عاليا في مختلف المحافل. اليوم نتكلم عن اخونا محمد بن عمر البلوشي في فن الخطابه، حصل على المركز الاول في فن الخطابة، هذه المسابقة التي تنظمها جامعة الدول العربية والتي تستضيف أصلا هنا موجودة أيضا في السلطنة، حصل محمد على المركز الأول. حياك الله محمد، وسعداء جدا بوجودك اليوم معنا في برنامجنا، ومبارك أيضا لك حصولك على هذا المركز. أولا الله يبارك فيكم، والحمد لله رب العالمين، وأنا بصراحة أكثر سعادة منكم لربما بوجودي هنا اليوم، ونأمل أنه أيضا نحقق هذا اللقب على مستوى جامعة الدول العربية، وهذه المسابقة سوف تستمر بإذن الله في منتصف شهر مارس، فنتمنى دعواتكم لنا وتمنياتكم لنا بالتوفيق أيضا. أهلا وسهلا محمد، في البداية نتكلم عن مشاركتك في هذه المسابقة. دعينا لا نتحدث عن هذه المسابقة، سأأتي إليكم بالجذور. في الصف العاشر شاركت في مسابقة الإبداعات الشبابية التي تنظمها وزارة الرياضة. ممتاز. ففي بدايتي ذهبت إليهم بقصيدة هي أشبه بالشعر، فلنقل في ذلك السن كنت أؤمن بأنها من الشعر الفصيح، قلت لهم أنا أريد أن أشارك في هذه المسابقة في فئتي الشعر الفصيح. جميل. قالوا لي أن فئتك العمرية لا تسمح لك بالمشاركة. خلال فترة وجودي هناك في نادي الشباب غيرت من الشعر الفصيح إلى الخطابة، غيرت اتجاهي في غضون ساعة أو ساعتين، سبحان الله وفقت في الدور الأول وصعدت. مسموح في الخطابة؟ مسموح في الخطابة. أجل أجل بالضبط. نعم. كان مسموحا لي، فشاركت في الخطابة ولم أكن أرتجي لقبا، إنما شاركت من سبيل أنني أتيت هنا وسأشارك اليوم. بالفعل تأهلت على مستوى النادي، كانت المفاجأة أنني أيضا تأهلت على مستوى المحافظة، والمفاجأة الكبرى أنني حصلت على المركز الأول أيضا على مستوى السلطنة. يا سلام. بعد ذلك التزمت بهذا المجال، وآمنت بأن لي مستقبلا بإذن الله في هذا المجال، فبحثت. دائما الإنسان عندما يوفقه الله في أمر ما يبحث قليلا، يقرأ في هذا المجال. قرأت للدكتور طارق السويدان، لديل كارنيجي وهو من أحد أشهر الكتاب في هذا المجال، فوالحمد لله رب العالمين هذا ما كنا عليه. ولا ننسى أيضا فضل المعلمين وعائلتي وكل، في النهاية شوف الشخصية، شخصية الإنسان ليست عمله هو. الإنسان لو اعتزل الناس وذهب إلى جبل لن يخرج بأفضل شخصية إنسانية كما ادعوا أفلاطون وأرسطو، أن الإنسان عليه أن يعتزل المجتمع وكذا حتى يخرج لنا بالطبيعة الإنسانية النقية. هذا شيء خاطئ تماما. الإنسان باحتكاكه بالناس يتعلم درسا. بعض الأحيان قد تتعرض لموقف يضرك آنذاك، ولكنك تتعلم منه. لذلك فإيليا أبو الماضي عندما في إحدى قصائده قدم شكر الأعداء على شكر الأحباء، فقال: شكرا لأعدائي فلولا عيثهم لم أدري أنهم من الغوغاء. الله عليك. الله الله. وهناك شعر آخر أيضا يشاطره الرأي أيضا، فيقول: جزى الله الشدائد كل خير، عرفت بها صديقي من عدوي. على ذات السياق لربما يا محمد. نعم بالضبط. الشعر دائما ما أقول عن الشعر أن الشعر والمطر هما رزقان من الله يسكبهما حيث يشاء. وأنا كنت أعاني واقعا من الجذب في الشعر، لم تمطر علي سماء الشعر منذ فترة طويلة، ولكن أيا كان أتيت إليكم اليوم بمجموعة من قصائدي، أو ليست قصائد إنما هي قطع لا تتعدى 5 أو 6 أبيات. نسمع. يلا يا محمد، تريدون من العمودي أم من التفعيلة؟ خليها على التفعيلة. على التفعيلة. من الجيد أنني استحضرت ورقة هنا. أتعلم ما هي قصتي مع الورق سيف؟ ذكرت في أحد الأيام أنني سافرت إلى ممالك كثيرة، فعندما انتهيت من خطابي قالوا لي: إنك تكذب. قلت لهم: أجل، سافرت إلى هنا وهناك، وسافرت إلى فرنسا وإيطاليا. قالوا لي: لا أنت كاذب، لا أنت لم تسافر إلى هذه البلدان.
قلت لهم ماذا لو قلت لكم بأنني سافرت إلى تلك البلدان بين دفتي كتاب، بين دفتي كتاب. يا سلام. وأبحرت فيها وبدلا من أن أصرف المال أو العملة لتلك الدولة صرفت أوراق الكتاب بدلا منها. هذه هي قصتي مع الورق. أيا كان، الأوراق كائنات جميلة لا ينبغي علينا أن نستغني عنها. ولذلك أتيت بها إلى الاستوديو، صحيح؟ نعم. وفيها مداد قلمك. نعم، أقول فيها: أنا يا بلاد المجد، لم أر في البلاد المجد دونك، في الجبال الراسيات وفي النخيل الباسقات وفي الرمال المسدلات على كتاف الأرض سدل الشعر عن كتف الفتاة. لك آية تتلى على الأفواه فخرا، ترتوي بالعز ذكرا حين تنطقها الشفات. لك في اللبان حكاية يروي وقائعها الدخان من البنادق في الجلال. وفي البحار الدر يخبر معشر المرجان عن أسطورة في الأرض سموها عمان. الله صح لسانك يا صح الله بذنك. صح الله عليك يا محمد. إيش اللي يستفزك في الكتابة؟ واقعا الكتابة لست أنا من يجيب، إنما كتاباتي هي من تجيب. أحيانا دعيني أخبرك شيئا وهو سر لدى جميع الكتاب، هم يؤمنون به جميعا، أن أروع النصوص الأدبية لا تكتب. أتعلمون لماذا؟ لأن النصوص الأدبية إنما هي متولدة من طفرة في المشاعر. بعض الكتاب لا يريدون لتلك الطفرة أن تخلد في ذاكرتهم، يريدون أن ينسون ما مروا به، لذلك هم لا يكتبونها. وهنا يذهب نصف الأدب، فما نقرأه اليوم من الأدب وليس إلا جزءا بسيطا، كمثل الماء الذي يبقى على شعرة عندما تغرسها في البحر. الأدب الأعظم إنما هو في أنفس الشعراء وفي أنفس الكتاب الذي لم يكتب والذي أرادوا له أهله أن يمحى. ماذا أقول وكل الشعر قد قيل. ما شاء الله عليك محمد، يعني عندك فصاحة لسان وبليغ في الكلام أيضا، وعندك مفردات جدا جميلة ورنانة، وأعتقد ساعدتك بشكل أو بآخر أيضا في أن توظفها أيضا في مختلف كتاباتك، سواء كانت الأدبية، النثرية، الشعرية، أيا كانت. ولكن أعتقد، إيش رأيك نعمل مساجلة شعرية بسيطة بينه وبين محمد الآن موجود؟ يلا يا محمد نبدأ. نسترفد العزم والإصرار من سلف تاريخهم جاوز العلياء وانطلق. قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول فحوملي. حوملي لام، لا تسقني كأس الحياة بذلة، بل فسقني بالعز كأس الحنظلي. لام، لئن ساءني أن نلتني بمساءة لقد سرني أني خطرت ببالك. الله كم قرة سقطت ولم تكسر، وقد يأتي غد فتصيح قد كسروني. ها يا محمد، ها لي في النون. كسروني. ندعو الإله بأن ينجي سفينتنا فإن وصلنا إلى الشاطئ عصرناه. شكرا لك يا محمد، شكرا أيضا لوجودك اليوم معنا في برنامج قهوة الصباح. ومعرف أكيد أعتقد لك خطط معينة، تطلعات، طموحات، أهداف إن شاء الله تعالى في القادم. أولا أنا ما بعد حوصولك على المركز الأول أقصد هنا. أجل طبعا أحد الأساتذة ركبت معه سيارته قبل يوم أو يومين، فقال لي كلمة، وأنا من الناس الذين لا يتركون الكلمات العابرة تذهب هكذا، قال: احتفظ بقدر من عدم الرضا على إنجازاتك يمنحك دافعا لكي تحقق إنجازات أخرى. سلام. أو بكلمة أخرى، احتفظ بقدر من الفشل يريك لذة النجاح. فأنا بطبيعة الحال أرى أن كل إنجاز لا بد أن نصيره إلى وسيلة لإنجاز آخر. أما في الفترة القادمة فلا شك أنني أطمح إلى اللقب على مستوى الدول العربية، وأتمنى أن أحصل على هذا اللقب، ليس لي أنا بل لأولئك الذين أنشأوني، لوالدي، لوالدتي، لمعلمي، للذين أسسوا هذه الشخصية. نعم. دائما الإنسان ليس هو فردا، إنما هو نهر
تصب فيه الروافد من كل جانب حتى يخرج بالصورة التي هو عليها. كأني قرأت السؤال اللي في بالك القادم قبل يعني معرض نسخة الدولة للكتاب. نحن نعايش الآن هذه النسخة. أكيد لمختارات معينة من الكتب. نعم، وأريد بعد نسمع حاجة قبل الكتاب. ضروري جدا يا محمد. أول شيء معرض الكتاب، إيش حاط في بالك من الكتب؟ في بالي من الكتب سؤال صعب جدا صدقني. طيب أي نوع، أي لون راح تلتفت له إن شاء الله تعالى؟ ذلك الذي يحتوي على المشاعر. الله، هذه أكثر إجابة أو أكثر الإجابات دقة وأكثرها صدقا، لأنني لو فصلت أكثر من ذلك سأكون كاذبا بعد ذلك. ليس في إمكاني أن أفصل. تدري لماذا؟ لأنني أنا أقرأ شيئا وأنت تقرأ شيئا، فإذا قلت مثلا أنني أنا أحب دوستويفسكي مثلا وكتاباته، لذهب بعضهم لشراء كتابات دوستويفسكي نظرا لأنها قد ذكرت في قهوة الصباح على لسان أحد المستضافين، ثم ماذا؟ ثم يبدأ في قراءتها، وماذا لو كانت أولى قراءاته؟ ثم سوف يقول أنا لا أحب القراءة. لذلك أنا أكتفي دائما بتوجيه نصيحة في القراءة، أقول اقرأ ما تحب. اقرأ ما تحب، بالضبط، اقرأ ما تحب. لذلك أغلب من تسألهم عن القراءة يقول لك أنا والله ما أحب القراءة، ليست من مواهبي. ومن قال لك أن القراءة موهبة؟ هي فرض وسنة عليك، لا فرار منها. فهذه إجابتي بالنسبة للقراءة. وأما إن أردتم أن تسمعوا شيئا فلقد ذكرني اسمك يا سيف بإحدى قصائدي، وأنا سبحان الله يعني لا أعلم لماذا لم أجد لي نصا لا يحتوي على شيئين اثنين. أنا بنفسي يعني في الآونة الأخيرة تعجبت من ذلك، لا يحتوي على النجوم ولا يحتوي على السيوف. لا أدري ما هي قصتي مع هذين الاثنين، ولكن أقول ورأيتك في الأفق نجما يخفق كالدمع في العينين يخبو ويبرق، في كل آية حسن أنت ذاكرتي، وبكل ذكرى منك روحي تعلق، ورأيت جيدك بالنيازك لامعا لمعان سيف في الحشايا يمزق. الله، ما مت فيك متيما لكنما جسدا، وفيك له خوار ينطق. تجري بنا الأيام في أفلاكها قمر وشمس لا مجال ليلتقوا. الله عليك. أيضا الشطر الأخير، تجري بنا الأيام في أفلاكها قمر وشمس لا مجال ليلتقوا. الله الله الله، صح لسانك يا محمد. شكرا لك حقيقة، وشكرا لوجودك اليوم معنا في برنامج قهوة الصباح. مستقبل باهر أكيد بانتظارك إن شاء الله تعالى في مجال فن الخطابة والشعر وغير أيضا من المواهب الأخرى. محمد بن عمر البلوشي، الحائز على المركز الأول في فن الخطابة التي تنظمها جامعة الدول العربية. شكرا لك يا محمد. يا شكرا جزيلا. شكرا لك يا محمد. يعني كان مع الشعر، وأنا سأختم اليوم بالشعر مشاهدينا الكرام. الأبيات الجميلة، سلامي على من لست أنساهم، ولا يمل لساني قط ذكراهم، فإن تغب رؤيتهم فالقلب مسكنهم، ومن في القلب فكيف القلب ينسى. الله، ما نقدر نقول شيء بعد هذه الأبيات الشعرية الجميلة. الله يعطيك العافية. نشوفكم بكرة مشاهدينا الأحبة، مع السلامة. في أمان الله. نسمعها نانا. يا وطن في الحنايا.